السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم ولادي وبناتي وكل متابعينا على مصر التعليمية. أهلا بيكم حلقات جديدة من مدرسة أونلاين ومنهج الدراسات الاجتماعية. ولادي في الصف السادس الابتدائي، المرة اللي فاتت اتكلمنا على خصائص البيئة الزراعية، والنهاردة هنكمل عنصرين فاضلين في الدرس وناخد درس جديد اسمه سكان البيئة الزراعية. زي ما اتفقنا ان السنة دي في الصف السادس الابتدائي هنعمل كده رحلة وجولة في كل البيئات المصرية، وكل بيئة من البيئات دي هنتفحصها كده بكل خصائصها، سواء خصائص طبيعية او خصائص سكانية او خصائص اقتصادية. فخلونا نبدأ ونكمل، ويعني مش عايزة انسى قبل ما نبدأ حلقتنا ان انا اشكر كل ولادنا اللي شاركونا بالاسئلة بتاعتهم وشاركونا بالاجابات على الاسئلة اللي كانت في الحلقات اللي فاتت. الحقيقة اسامي كتير جدا يا ولاد، لكن حرصا على وقتنا انا برد عليهم على جروب مدرسة على الهوا وعلى جروب مدرسة اونلاين، بس واجب عليا ان انا اشكرهم على مشاركتهم ومساهمتهم على الحلقات. خلينا نبدأ على طول. والمرة اللي فاتت وقفنا عند الخصائص أو العوامل الطبيعية اللي بتقوم الزراعة في مصرنا الغالية، ووقفنا عند حاجة مهمة جدا ألا وهي توافر مصادر المياه. احنا اتكلمنا في البداية ان احنا عندنا مياه وفيرة في مصرنا عن طريق نهر النيل اللي ما شاء الله كده بيروي كل الأراضي الزراعية اللي موجودة في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. كمان لازم نبقى عارفين نهر النيل وهو ماشي في طريقه، يا ترى بيوصل المية ازاي لكل الأراضي الزراعية اللي موجودة في الوادي وموجودة في الدلتا وكمان في منخفض الفيوم. عايزين نبقى متأكدين ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق لنا نعمة خلق لنا عقل كمان عشان نفكر ونعمل مشروعات، المشروعات ديت تساهم في توصيل المية وتوصلها لكل النقاط اللي فيها بتقوم الزراعة. طب خلينا نقول ان في عرضنا دلوقتي في توافر مصادر المياه، بتعتمد المياه في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم على نهر النيل. بتوصل لها ازاي بقى المياه؟ عن طريق حاجة مهمة جدا اسمها شبكات الري. ايه شبكات الري دي؟ ما احنا لازم نفهم نهر النيل ماشي في مجراه، هيوصل المية ازاي؟ في عدد كبير من المشروعات بتوصل المية للأراضي الزراعية. وقبل ما نعرف المشروعات دي لازم أقول لكم إن بحيرة قارون، دي معلومة إثرائية ليكم، بحيرة قارون تعتبر أكثر أجزاء الفيوم انخفاضا، أكثر أجزاء محافظة الفيوم انخفاضا، علشان كده المية بتنحسر وتنصرف ليها بعد الري اللي بيحصل. احنا اتفقنا ان منخفض الفيوم الزراعة فيه على شكل مدرجات، فطبيعي جدا ان المية الزايدة بتنصرف من الاعلى الى الاسفل، فبتنحصر وتفضل تنزل كده لحد لما توصل لاكثر النقاط انخفاضا الا وهي بحيرة قارون. طب ايه هي بقى المشروعات اللي انت قلت لنا عليها يا ميس ايمان؟ انا عندي مشروعات كتيرة بتنقلي المية من نهر النيل وتغذي بيها كل الاراضي الزراعية. من المشروعات دي الترع وكمان القناطر وكمان السدود، دي مشروعات الدولة بتعملها علشان توصل المياه بشكل وفير ومستمر لكل الاراضي الزراعية. طب خلينا كده نعرف تعريف تعريف، وخدوا بالكم يا ولاد مهم جدا ان احنا نعرف وظيفة المشروع ده علشان خاطر نقدر نتخيل كده هو دوره ايه ووظيفته ايه. الترعة او الترع اللي موجودة في مصر بداية كده هي عبارة عن قناة مائية، قناة مائية ترعة. القناة دي بيتم حفرها، الانسان هو اللي بيحفر هذه القناة. طب وظيفتك ايه يا ترعة؟ قالت انا بوصل المية من مجرى نهر النيل الرئيسي الى كل الاراضي الزراعية. المجرى ماشي في طريقه وفرعي دمياط ورشيد، ولكن بيخرج منهم هذه القنوات التي يتم حفرها لتوصيل المياه لكل الأراضي الزراعية. ده تعريف مهم وأنا جايبه لكم في العرض بتاعنا. الترع هي قنوات أو هي قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية، لري الأراضي الزراعية. حلو قوي. طب هي الترع هتخش فيها المية ازاي؟ هتخش فيها المية عن طريق القناطر. ايه هي القناطر؟ هشرح لكم. القناطر هي عبارة عن حاجز مائي، حاجز بيوضع على الماء كده
بغرض رفع منسوب المياه. يعني ايه؟ يعني المياه جايه شديده، فبيبنى هذه بتبنى هذه القناطر وتحجز المياه خلفها، فتقوم عامله ايه؟ ترفع منسوب المياه. المياه لما يرتفع منسوبها تقوم تتسرب وتتوزع كده في الترع المتفرعه امامها. يعني لو ضربنا مثال على القناطر الخيريه اللي موجوده عندنا في الدلتا، هنبص نلاقيها هي بتحجز الميه خلفها، فالميه تعلى ومنسوب الميه يعلى، فيدخل في القنوات في الترع والقنوات اللي بتوصل الميه لبقيه الاراضي الزراعيه. يبقى احنا كده خدنا الترعه وخدنا القناطر، هي حاجز مائي لرفع منسوب المياه. الميه بتعلى يا ولاد وراه، اول ما الميه بتعلى وراه بتقوم داخله الميه ومتوزعه داخل الترع فتروي الاراضي الزراعيه. حلو قوي. طب احنا عندنا مشاريع تانية، عندنا مشروع مهم جدا والحقيقه يعني قايم بدورين، مشروع السد. احنا عندنا في مصر طبعا السد العالي وعندنا سدود كتيره هقولها لكم دلوقتي، ولكن خلينا نقول ان عندنا السد هو عباره عن بناء هندسي. ركزوا في الكلمه دي، السد هو عبارة عن بناء هندسي يتم بناؤه على الأنهار، يشيد على الأنهار. أول وظيفة ليه هو بيجنبنا حدوث أو أخطار الفيضانات. زمان قبل بناء السد العالي كانت المية بتيجي وفيرة جدا، فكانت بتغمر الأراضي الزراعية وتفيض على الأراضي الزراعية وتغرق الزرع. ولكن دلوقتي البناء الهندسي اللي هو السد بني على مجرى نهر النيل لتجنب أخطار الفيضانات وتوفير المياه. يعني هو بني على السد، أول ميزة ليه هو بيوفر لنا حماية من الفيضانات. رقم 2، المياه اللي جاية زيادة جدا بيحجزها خلفه في بحيرة من بحيراته. عندنا في مصر بحيرة ناصر هي البحيرة اللي خلف السد العالي، ونقدر نستخدم المياه دي مرة تانية وقت ما يكون منسوب النهر منخفض. يبقى تعريفه هو بناء هندسي يشيد على الأنهار، رقم 1 لتجنب أخطار الفيضانات، ورقم 2 لتوفير المية. وكمان احنا بنستخدمها في الأوقات اللي بتقل فيها منسوب مياه نهر النيل. يعني في أوقات المية بتقل، فلما المية بتقل بنستعين بالمية اللي مخزونة خلف السد اللي موجودة في بحيرة ناصر. حلو قوي. طب خلينا نقول بقى على المشروعات الفعلية وأساميها اللي موجودة عندنا. دي خريطة للدلتا ومبين عليها وموضح عليها كده بعض الترع اللي موجودة في الدلتا. احنا عارفين ان الدلتا عندنا فرع دمياط وفرع رشيد والدلتا الجميلة في المنتصف، ونشوف بقى المشروعات. وده الوادي كمان برضو عليه مشروعات كتيرة، منها القناطر ومنها الترع. طب نشوف بقى كل القناطر اللي موجودة عندنا أو المشروعات، وعايزين نحفظها كده بشكل لطيف ونوزعها على الخريطة. الهومورك المطلوب منكم أو النشاط اللي عايزاكم تعملوه لي، عايزة توزيع الترع في الدلتا وفي وادي نهر النيل على خريطة، وتصوروها لي وتبعتوها لي في جروب مدرسة على الهوا وفي كومنتات الحلقة. يعني احنا دلوقتي هنعرف الترع والقناطر والسد اللي موجود عندنا في بيئتنا الزراعية، ومطلوب بقى من حضراتكم وانتوا بتذاكروا توزعوها لي على خريطة جميلة كده، ومستنية بقى مشاركاتكم وابداعاتكم في توزيع الترع والقناطر والسد العالي على خريطة لمصرنا الغالية. نيجي بسرعة تاني، الترع عندي ترعة جميلة جدا اسمها ترعة الإسماعيلية. هذه الترعة موجودة شرق الدلتا. طب احنا مش عايزين نتلخبط يا مس، حرف السين في الإسماعيلية بيجي وراه حرف الشين، يبقى هنحفظها ازاي؟ الإسماعيلية شرق الدلتا، ترعة الإسماعيلية شرق الدلتا، ترعة الإسماعيلية شرق الدلتا، وهي مبينة في الخريطة اللي عرضتها لكم في الكتاب المدرسي. طب نيجي لغرب الدلتا، كلمة غرب فيها حرف الباء، الترعة اللي موجودة غرب الدلتا كمان فيها حرف الباء، فهما الاتنين قرايب. ترعة النبرية غرب الدلتا، النبرية غرب الدلتا، ترعة النبرية غرب الدلتا. طيب هل في ترع موجودة في الوادي الجميل الطويل اللي قلنا المرة اللي فاتت انه بطول 1000
كيلومتر وممتد ومليء بالاراضي الزراعيه، موجوده فيه ترعه مهمه جدا، الا وهي ترعه الابراهيميه. الوادي في حرف الياء، غرب الوادي، وكلمه او ترعه الابراهيميه فيها كمان 2 ياء اهو، يبقى ترعه الابراهيميه غرب الوادي، الابراهيميه غرب الوادي. يبقى احنا كده عندنا 3 ترع يعتبر رئيسيه مسؤوله عن نقل الميه لري الاراضي الزراعيه. طب عندنا قناطر؟ ايوه عندنا قناطر مهمه جدا، عندنا القناطر الخيريه، هذه الجميله ذات الاعين كده اللي مسؤوله عن حجز الميه ورفع منسوب الميه خلفها، تقوم الميه لما تترفع تخش في الترع فتسقي الاراضي الزراعيه. عندي القناطر الخيريه على راس الدلتا، على راس الدلتا، احنا اتفقنا ان الدلتا على شكل مثلث مقلوب راسه في الجنوب في محافظة القاهرة، هذه القناطر الخيرية الجميلة على رأس الدلتا. وعلى الوادي موجود قناطر إسنا وقناطر أسيوط، 2 سين اهو في الوادي، قناطر إسنا وقناطر أسيوط على مجرى نهر النيل. طب احنا عندنا سد جميل، سد يعني مميز كده، اسمه السد العالي، السد العالي. يبقى احنا كده عرفنا الترع اللي موجودة عندنا والقناطر والسد او السدود اللي موجودة عندنا. اوريكوا تاني الخريطة بتاعتهم، ادي بعض الترع والسدود اللي موجودة في وادي نهر النيل، زي ما قلت لكم ترعة الابراهيمية وقناطر اسنا وقناطر اسيوط، وادي خريطة الدلتا اللي فيها ترعة الاسماعيلية وترعة النوبرية، الاسماعيلية شرق الدلتا والنوبرية غرب الدلتا. طب تمام، حلو قوي، يبقى احنا عندنا مشروعات كتير ومستنية مشاركاتكو زي ما قلتلكو في اول الجزء الخاص بده. معلومة صغيرة بقى عشان ولادي اللي دايما بيهتموا بالمعلومات الاثرائية اللي بتزود معلوماتنا، السد العالي تم الانتهاء من بنائه سنة 1970، دي معلومة مهمة جدا، واحنا طول فترة الصيف كنا بنعمل حلقات إسرائيلية عشان تزودوا معلوماتكم. كمان مادة الدراسات الاجتماعية طول ما احنا ماشيين في الكتاب بنلاقي كده في بوكسس كده جنب النصوص معلومات إسرائيلية. ميزته ايه بقى وميزة جامدة جدا ووظيفة مهمة جدا، ان السد العالي بيوفر لنا وبيستخدم في توليد الطاقة الكهرومائية. الطاقة الكهرومائية ديت بتنتج من عملية كده وعملية توربينات في موجودة في كيان السد العالي. وطبعا هذا السد الجميل خلفه بحيرة كبيرة اسمها بحيرة ناصر، وهذه البحيرة مخزون فيها المية الزايدة وبتحمينا من خطر الفيضان، ونقدر نرجع للمية دي وقت ما يقل منسوب النهر. طيب حلو قوي، احنا اتفقنا واحنا في الاول خالص قلنا ان لازم عشان نزرع احنا محتاجين مية ومحتاجين تربة. التربة زي ما قلت لكم يا ولاد في نهر النيل تربة طمييه خصبة سمراء مليئة بالعناصر الغذائية، وهذه التربة جلبها وادي نهر النيل طول ما هو ماشي كده من منابعه عمال يجيب تربة خصبة، والتربة دي موجودة في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. يبقى عندي هنا التربة اللي موجودة في وادي نهر النيل متكونة من الصلصال الخصب وتربة سميكة سوداء اللون، وتربة الحقيقة غنية جدا بالمواد اللازمة لقيام النشاط الزراعي. خلينا نشوف صورة للتربة وتبين قد ايه تربتنا في مصر تربة غنية متكونة من نسبة كبيرة من الصلصال وفيها نسبة قليلة جدا من الرمال، وتتميز بانها خصبة وسميكة وسوداء اللون. بصوا الصورة الجميلة، الأرض والخير اللي موجود في الأرض، تربة مصر والثروة الزراعية اللي موجودة في مصر سبب من أسباب النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا في مصرنا الغالية. يبقى احنا كده عرفنا المية وعرفنا تربتنا اللي موجودة في مصر تربة متكونة من كثير من الصلصال وقليل من الرمال، فده بيديها خصوبة وسماكة كده وغنى بالمواد المناسبة للزراعة. حلو قوي، طب كل ده واحنا عندنا نباتات طبيعية؟ عندنا نباتات طبيعية ولكن قليلة. النباتات الطبيعية اللي موجودة في مصر
قليلة وبيجي سؤال بما تفسر ندرة وقلة النبات الطبيعي اللي موجود في مصر؟ يا ترى ليه؟ بما تفسر ليه النبات الطبيعي عندنا قليل؟ أول حاجة بسبب كثافة النشاط الزراعي، طول الوقت الإنسان المصري بيزرع ومستغل كل الأراضي الزراعية في الزراعة، الإنسان بيمارس الزراعة في مصر من ملايين السنين. رقم 2، إحنا عارفين إن النباتات الطبيعية بتحتاج أو النبات الطبيعي بينمو دون تدخل من الإنسان، فبيحتاج مطر كتير. إحنا عندنا في مصر مطر قليل، ولكن بنلاقي بعض الأنهار، بعض النباتات الطبيعية على ضفاف الترع والأنهار وموجودة كده بشكل عشوائي، فهي بتتواجد ولكن بتتواجد بشكل قليل جدا بسبب نشاط الإنسان في الزراعة بشكل كبير جدا، وبسبب كمان إن إحنا عندنا ندرة في الأمطار عادة طبعا في السواحل الشمالية. طب كل ده، هل عندنا حيوانات طبيعية؟ الحيوانات البرية والنبات الطبيعي موجودين في مصر ولكن موجودين بقلة، لأن الإنسان المصري طول الوقت بيستأنس الحيوانات، ففرت منه بعض الحيوانات كده إلى الصحاري زي الذئاب وزي الثعالب. يعني إحنا عندنا نبات طبيعي قليل موجود على ضفاف الأنهار، وعندنا حيوانات برية بتعيش في الصحاري وتفر كده نحو الصحراء زي الذئاب وزي الثعالب. حلو جدا. طب احنا اتكلمنا برحلتنا دي واحنا ماشيين كده وعربيتنا وعمالين نتجول في البيئة الزراعية، ما قابلناش ناس، ما شفناش اشخاص، لا قابلونا اشخاص مهمين جدا، وده اللي هيخلينا نروح لهم درس جديد اسمه سكان البيئة الزراعية. طيب افتح لكم درس سكان البيئة الزراعية بتاعنا. سكان البيئة الزراعية مهم جدا ان احنا نعرف عدد سكان مصرنا الغالية، والحقيقة طول ما أنا عارفة خصائص سكان بلدي وكل الطبائع اللي موجودة والعادات الإيجابيات والسلبيات، ده هيسهل لي دراسة مادتي وهيسهل لي تحصيل المعلومات اللي أنا عايزة أعرفها. حلو قوي. طب إحنا هنعرف إيه عن السكان؟ خليني أقول لكم معلومة بقى مهمة جدا، إن عدد مصر، عدد سكان مصر، بلدنا مصر الغالية بتقوم كل فترة بحصر وتعداد للسكان. التعداد اللي معايا معمول سنة 2017، سنة 2017 تم حصر عدد سكان مصر وتبين انهم وصلوا لعدد 94.8 مليون نسمة. نسمة يعني شخص، يعني نفس، يعني انسان. طيب يا ترى الناس دي بتعيش فين؟ قال لك ان في نسبة كبيرة جدا منهم تصل الى 57.6 مليون نسمة موجودة في الريف، والعدد المتبقي الا وهو 42.4 مليون نسمة موجودة في المحافظات والمناطق الحضرية زي محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان النسبة الاكبر اللي موجودة عندنا موجودة في المحافظات الريفية. طب ده ما بيدينيش كده فكرة على حاجة، اشمعنى يعني السكان اكتر في الريف وليه عددهم زايد كده عن سكان المدن والمناطق الحضرية؟ هقول لكم ليه. لو احنا اتكلمنا على توزيع السكان هنلاقي ان السكان متركزين بشكل كبير جدا في الاماكن الزراعية القريبة من مجرى نهر النيل وفرعه فرعيه. حلو قوي. ليه موجودين ومتركزين وفي كثافة سكانية بجوار دلتا نهر النيل وفرعيه والوادي كمان؟ لان ببساطة هم بيشتغلوا وبيعملوا في النشاط الزراعي وكل ما يترتب عليه من انشطة اقتصادية، كل ما يترتب عليه من انشطة اقتصادية. وزي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان في الموارد الطبيعية اللي موجودة للزراعة، عندي كمان موارد بشرية او مقومات بشرية. المقومات البشرية دي من اهمها الايدي العاملة، الايدي العاملة مهمة جدا، كمان النقل والمواصلات. انا هل منطق ان انا هزرع الاراضي الزراعية وهفضل مخزن جنبي المحصول؟ فده اللي خلانا لازم ندرس السكان. يبقى احنا عندنا مقومات بشرية، ايدي عاملة، ونقل ومواصلات تنقلي للاسواق، وعندي كمان سوق لازم ابيع فيه كل منتجاتي، وعندي فلوس رأس المال اللي بيصرف على كل ده. فببساطة شديدة ليه بتتركز السكان في الوادي والدلتا والمحافظات
المناطق الزراعية، لأنهم بيشتغلوا ويعملوا بالأنشطة الزراعية وكل ما يلزمها من أنشطة اقتصادية. طيب نشوف، هنا بيعيشوا في المجاري المائية في مجرى نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد، وبيقل عدد السكان بقى كلما اقتربنا من المناطق الصحراوية. ليه؟ بما تفسر بسبب عدم جودة التربة، أو حيث تقل جودة التربة. يعني ليه بيقل السكان كلما توغلنا وتوجهنا في الصحاري؟ هنقول بسبب قلة كفاءة وجودة التربة، ولكن برضو في الصحراء بتمارس أنشطة اقتصادية تانية كتير هنوصل لها وإحنا في رحلتنا في البيئات المصرية. أهلنا أهل الريف زي ما قلت لكم بيتركزوا في الوادي، وبيتركزوا في الوجه القبلي، في الوجه البحري في الدلتا، وفي الوجه القبلي في وادي النيل ومنخفض الفيوم. طب يا ترى هم بيتركزوا في الوجه البحري في المناطق اللي بس زراعية؟ قال لك لا، ده كمان تعد الدلتا من أهم مناطق التركز السكاني، يعني هي فيها مناطق زراعية كتير وفيها تركز سكاني كبير جدا، وفي عدد كبير جدا من المحافظات فيها نسبة كبيرة جدا من السكان. وهعرض لكم الخريطة ديت، وبرضو سؤال صغنن كده على الخريطة، عاوزاكم تبينوا لي كده وتستخدموا مفتاح الخريطة وتقولوا لي أكثر المحافظات اللي بيها كثافة سكانية. طب ليه بعض المحافظات فيها سكان أكتر من سكان؟ يعني في سكان في محافظات أكبر، وفي محافظات العدد السكان فيها متوسط. بسبب إيه؟ بسبب حاجة اسمها الزحف العمراني. إيه الزحف العمراني ده؟ من كلمته كده، حاجة بتزحف على الأراضي الزراعية. الناس بتبني مباني، بيت جنب بيت جنب بيت، تلاقي على الأراضي الزراعية رقعة سكنية. علشان كده الدولة بتحاول طول الوقت إنها تحرم وتجرم المباني على الأراضي الزراعية. يبقى عندنا المحافظات فيها عدد كبير من السكان بسبب الزحف العمراني على الرقعة الزراعية. ده في الوجه البحري. طب في الوجه القبلي، نشوف بقى الخريطة الجميلة دي. خلي بالكم من الخريطة دي وبصوا على مفتاحها اللي موجود تحت، وقولوا لي أكثر المحافظات اللي بيها كثافة سكانية. سؤال تاني لولادي اللي بيتابعوني النهاردة، أكثر المحافظات والمحافظات اللي فيها قلة في الكثافة السكانية. في الوجه القبلي بيوجد برضو عدد من السكان، ولكن بيقل. بما تفسر بيقل عدد السكان في الوادي نظرا لضيق مساحة الأراضي الزراعية؟ احنا اتفقنا ان الوادي شريط طويل كده يمتد من جنوب القاهرة حتى محافظة أسوان والسد العالي، فهذا الشريط ضيق فيه سكان، ولكن ضيق هذا الشريط وضيق الأراضي الزراعية بيخلي السكان متفاوتة شوية وأقل نسبة من الدلتا العظيمة اللي موجودة في الوجه البحري. حلو قوي. طب احنا اتكلمنا في الأول وقلنا إن عدد سكان المناطق الريفية أكتر، طب دي نتيجة ولا سبب؟ احنا عاوزين نعرف ونربط المعلومات ببعضها. نتيجة ايه اللي خلى او ايه اللي تسبب فيه إن عدد السكان كتير جدا في المناطق الريفية؟ قلنا ان معدل الزيادة الطبيعية في المناطق الريفية كبير جدا، ودوت بسبب عادات موجودة عند سكان اهل الريف. اول هذه العادات الزواج المبكر، هم عندهم طول الوقت بيتزوجوا مبكر جدا، وكمان عندهم تعدد في الزوجات، ممكن الراجل يتزوج زوجة واثنين وثلاثة، فكل واحدة تنجب له عدد كبير من الاولاد. كمان عندهم كثرة في الإنجاب، أي حد فيكم ليه قريب في المناطق الريفية هتلاقي عنده ولد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. فعشان نبقى عارفين ده لازم نعرف خصائص سكان البيئة الزراعية، الخصائص الاجتماعية والخصائص الاقتصادية والخصائص التعليمية، دي من الخصائص المهمة للبيئة الزراعية. وناخد معلومة بسيطة كده، ان احنا عندنا معلومات، عندنا علاقات مع سكان نهر النيل اللي كانوا موجودين، سكان النوبة اللي كانوا موجودين في أرض النوبة. الحقيقة دول ليهم سمات كده في الزواج وفي التعارف وفي الأعراف اللي موجودة عندهم، كمان ليهم تراث شعبي كبير جدا
وليه طابع خاص أهل النوبة الجمال اللي موجودين بيه ومتميزين بيه الثقافة النوبية الجميلة. حلو قوي. طب احنا لو اتكلمنا بقى على الخصائص الاجتماعية، هنلاقي ان الخصائص الاجتماعية بتاعتهم اللي في تصرفاتهم هم شخصيا، اول حاجة عندهم عادات إيجابية، عادات إيجابية وعادات سلبية لسكان البيئة الزراعية. هناخد بس واحدة بس من الإيجابات، من العادات الإيجابية، هم بيحترموا الكبير جدا، وكمان بيتعاونوا في أعمال الزراعة، بيتزاوروا طول الوقت فيما بينهم، وكمان بيتمسكوا بالأراضي الزراعية. يبقى احنا عايزين نعرف عاداتهم الإيجابية، ونكمل درسنا إن شاء الله في الحلقة الجاية، واستكمالا للخصائص الاقتصادية والخصائص التعليمية لسكان البيئة الزراعية. ما تنسوش التكليف والواجب اللي قلته لكم، ومستنية مشاركتكم في الكومنتات على الحلقة. استنونا في حلقات تانية كتير.